كما تعلمون أن يوم الأحد هناك ضيف نشرة معي داخل الاستوديو السيد عباس محمد سيتي، علي عباس علي محمد سيتي رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. السيد عباس السلام عليكم. عليكم السلام الأخ عزيز. طبعا نناقش معك في هذه النشرة حول موضوع الإضراب والوساطة اللي أنتم قاعد تقوم بها بين الحكومة والنقابات العمالية. نعم. طبعا الكل يعلم أن جاد دخلت في إضراب مفتوح من قبل النقابات العمالية أعتقد 21 يوم اليوم، وأنتم كلجنة في الحوار لجنة وطنية للحوار الاجتماعي تقومون بإجراء مصالحة يعني أو تقريب وجهة النظر بين النقابات والحكومة، لأن هذه الأزمة أثرت يعني في الجانب الاجتماعي خاصة في الجانب الصحي والتعليمي، وهذا شيء مؤثر طبعا في المجتمع، وأنتم كلجنة وطنية للوساطة بين الحكومة والنقابات العمالية شنو شيء سويتوه من خلال العمل اللي قمتوا به في الأيام الماضية؟ فعلا أنت زي ما قلت أننا وسط بين الحكومة وطرف العمال. نعم. لابد أنت كان تحاول تشجع الناس عشان يعني يقدر يتفهموا، ما شيء سهل. أكيد. واليوم حكومة عندها موقف بالنسبة لل صعوبات الاقتصادية. يعني الدخل بقي قليل جدا. والدخل بقي قليل جدا، طبعا الحكومة يحاول بكل طريق وبكل كل شيء يعني الأمور لك يكفي من المحية. وكفانا المحية ده من سنة فات الدكري 687 النقص الاندمنيتي والبريم ده في شهر واحد ده وصوه، يعني حتى قطوا الاندمنيتي البريم الأول ما قطوه على حسب ما هو الحكومة فسره. وهم الأمال كانوا يقولوا كي يعني ده الشيء ده القطعان ده وصل حتى سعر حقهم، هم يقولوا مثل ده أها، وقال إذا اللي قال سعر حقهم ده هم يعني مثل الحكومة قصر ولا مثل رومبر كونترا معهم كي في ده، بس مش في الإضراب، والإضراب بيجي إضراب إليميتي. ما عنده توكيد، ما عنده حدود. وطبعا يعني أربعة الفات كان في لمينا في كوميتي تكنيك تريبارتيت في طرف من الحكومة وطرف طرف من رجال الترابير كله. ناقشنا فعلا البلاتفورم الريفانديكاتيف ما هدرت معنا، أما الحكومة بواسطة الوزير المالية وزير الديالوج سوسيال قدم لنا إجراءات اقتراحات، وفي الاقتراحات ده يعني يقول كدر كي شهر اثنين كدر شهر ثلاثة شهر أربعة عنده كده برنامج، والبرنامج ده حتى يدور كي الأمال كله يكونوا مع الحكومة مع عشان سوا البرنامج ده ينفذوا، والنفسان البرنامج ده يجيب تعديل، وكان جاب تعديل لابد حقوق الأمال يكون يعني ريتابلير يعني يجيبوه محلاته يقبلوا في مكانه على رفيدة، لابد إلا يناقشوا كما جو في الديالوج ده ما يلقوا حل. أكيد. دونك اليوم أنا نقول يعني المشاكل القاعدة بين الأمال والحكومة ده ما بقي فوقهم هم اثنين بس، بأثر في الناس، بأثر في الناس كلهم، بأثر في رجال الأعمال، بأثر في السكان، في أي واحد يعني زول في نادي مرضاني في لبتان ما يمدي إمكانية ما يقبلوا، وفي ناس كثير مساكين عندهم في المدارس الببليك ما يقدروا يدوا يالهم في الكول ويشوفوا يال الآخرين في الببليك ماشيين، ده كله بيجيب مشاكل ولا كيف؟ والإنفيرتي كذلك، وتعرف التعليم ده مهم يعني البلد ما مبني بتعليم ولا يكون. سنة فات كل قصرنا ثلاث شهر والسنة كلها بدينا نقصر، ده ما كويس يعني يقبل وراء التعليم. دونك كان تشيف ده الحوار ده ما كلنا مجبرون على الحوار، بل الحوار ده كيف تقدر يعني شنو الحوار؟ الحوار ده لابد الحكومه يقول انا سويتها امن، هسه قلت لك اترا سؤال ده يقول في الاترا ده ماشي يعدل كده ويعدل كده، كم ما كلم ما كيف يتفوا؟ الادارة ده واجب الرجال الرمال يناقشوا عنه يشوفوا، وهم كل يقولوا كونتر بروبوزيشن اقتراح ولا اقتراح اخر، وفي الاقتراح ده اقتراح مقابل اقتراح اقتراح انما يلقوا مفاهمه. هذا بس انا سالهم جدا داري نقول حتى من طرف الترافاير ده لابد هم يشوفوا الحوار ده بس طريقه اللي يقدر يجيبه فعلا حوار اول مبني في مناقشه ونقدم ريكومنداسيون للحكومه وسياده للحكومه. اما العلم ده حتى وزير الماليه وزير الديالوج سوسيال يقولوا ان هم مستعدين كي يا سوسيي ترافاير يدخلوا الترافاير كيف في يشاركون في 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 البرنامج كي البعض اللي بقى النظام على الحكومه اميلوراسيون ريسيت ميتري دي ديبونس
يدوروا كي يجيبوا يدخلوا يشاركوهم للترافيرا خل دونك حتى كان قاعدين في الجراف كله ممكن يقدروا يشاركوا ويبنوا سوا مع الحكومه. اما قاعدين في الجراف ويجي يشاركوا ده ما بقى لابد يجوا في ديالوج في 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 الحوار وجا في الحوار كان يعني مناقشه مقابل مناقشه كان ما يلقوا حل سلمي والمساكين اصلا تعبانين في المستشفيات وفي المدارس وفي كل طرف ده كل يجي في مكانه. اما الحوار ده كلنا مجبورين عليه. لا بس شيء فعلا الحوار هو الحل الوحيد، ما في حل اخر الا الحوار. يعني ان كان النقابه ان كان الحكومه لابد من الحوار وبعدين يصل لحل وسط. الان نشوف ان بعض الناس يعني رجال الدين وبعض الجمعيات المجتمع المدني كلهم ايضا يعني تبنوا مساله الوساطه بين النقابه وبين الحكومه. فانتم كلجنه وطنيه للحوار شنو دور هنا الجمعيات المجتمع المدني وبعض السياسيين وبعض رجال الدين دخولهم في هذا الصف وهم ايضا هم يدوروا يعني زي ما يقولوا يلقوا حل للازمه الاقتصاديه اللي احنا قاعدين فوقها؟ زي ما انت تعرف ده الافضل لشنو؟ الافضل للناس مثل رجال الرجال السياسيين رجال الدين اخر كله كان يجوا يدخلوا في الموضوع ده لابد عشان يجيبوا سهم بناي ما عشان يزودوا الفتن لفتن نو. يعني كان واحد يعيد الأموال ضد الحكومة ولا يعيد الحكومة ضد الترافير ده يعني ما يودينا قدام ولا أنا نقول اليوم ده الشيء الحاصل ده بخصنا كلنا أكيد ما حكومة ما ترافير ويدهم بس ما أموال ويدهم بس بخصنا كلنا عشان ندوروا البلد تمشي قدام والحكومة هي اقتصاديا مجبوره لشيء هسه قاعد يصير. انا كمان نقول الحكومه تدير بدور تسير حتى المينسترات كلها انا بكتو حتى انتم اللي قاعدين تخدموا كله انا بكتو يعني الشيء اللي بيجي ده اجباريا. اما بتتر كان بيجي اجباريا كله لابد الحوار شن طرف الاموال كله عندهم اجراء عندهم ادارات عندهم فكر عندهم شيء يقدر يقدمه للحكومه. حكومه هو مستعد يا سمام وممكن كان في شيء قدمه بتتر يقدروا يلقوا حل. اما كان يا تقول في مكان ده حل ما في على الناس الاديان والناس السياسيين والناس يا ترى انا في حقيقه كان جو في التلفزيون في الراديو ده خلي كل واحد يقول شيء على ابني بس الشيء ده ما سهل ما في يعني وطننا وكان دخلنا في برجال ما من سهل انا اي واحد ولكن وشرطوك التعبان المسكين بس الزول الكل ما صباح يمرك يبحث رزق اليوم ورارد اليوم ده لابد هو بده يتعب ولكن بتدرى انا وانت كنا نقول عندنا شيء كده قاعد في المحل ونقدر قدر يومين سبوك نقدر نمشي ما في واحد كمان مرك فجر ما باكل اكيد ولكن دونك خلي كل واحد ينظر كي المصلحه العامه قبل مصلحه الخاصه. نعم شفت هذه دونك انا نقول الاموال ده لابد خلي ما يزعلوا ما يقول حكومه سنه فاضه كله قالنا ما سنه كله ما شيء جديد جاب لنا ما فيه وكذا كذا الحاله كذا ما ادلت يعني الكريز السوسيال وكريز فينانسيير وكريز ايكونوميك دي مسات كل البلدان العالميه. اما تشاد كان زياده عشان شنو اختصاص حقه ده تعبان ما ديفيرسيفي يعني اختصاصا انا سيرتو واقف في البترول يعني في مثل كامرون ده معتمد على شيء ولا مرتبه في كامرون ده اقتصاد حقه وسيط ولا كيف؟ ما حس مثل اني حسينا بقى ولا كيف؟ وكان كريز كاريا بطول الوقت ده الا حكومه يكلم يجي يصبر والامار كله يصبروا والطرف الاخر الديان والسياسيين كله هم كله يساعدوا الطرفين كله عشان لا يتفهموا عشان يشجوا لي ده ضد الاخر. نعم كوميونيكاسيون ده مهم مره وايد. نعم سيد علي عباس سيشي طبعا اكيد الناس يتابعون هسه في النشره اكيد هل انتم وصلتوا لنتيجه ملموسه يعني شيء ملموس في الوساطه اللي انتم قمتوا بها التقيتوا بالحكومه والتقيتوا بالنقابه هل مثلا في الايام الجايه يكون في يعني زي ما بيقولوا فرانسيس بوار يعني امل يكون فيه على اساس ان الامور تعود المستشفيات تفتح ابوابها وايضا المدارس ايضا الـ يعني الامور تعود كما كانت هل مثلا في امل تقدر توري للناس المشاهدين هسه حاليا؟ وفي كلامك سيء انا كي يعني مقتنع كون في الايام الجايه لابد نلقى حوار زياده والحكومه كله الشيء ده شايفيننا كون صعب حتى الامال كله
موقف راسها قاعدين فوق ده شايفين صعب عشان الأبهات والأمهات يالهم في البيت والمرضان كان ماشي في الأبطال ما بلقى علاج وحاجات كثير ناقصة دي لابد يعني الشيء ده ناري كان قال لك أنا ما عندي حاجة كل ما كتب ساكت ولا كيف دونك الإجبار من الـ من الـ من من, الـ من الشعب ده بيجيب لنا حالة إن شاء الله. أنا كنت أقول للحكومة أن تكون مستعد أمي تكلم علينا في الملمس هنا قال عند إجراء كده بروبوزيشن كده قدمتها لنا ولا بد البروبوزيشن ده العمال واجب يشوفوا ويسووا كونتر بروبوزيشن وبروبوزيشن كونتر بروبوزيشن كده ما نلقوا حل ونقول يعني ده الطريقة الواحدة أن نلقى بقى حل للشاد ونقول في الأيام الجاية دي لابد طرفين يقولوا بكان واحد يناقشوا وبتتر يلقوا موقف أمن الموقف اللي يلقوا ما مثل أول يعني موقف شان يسوي ريكومنداسيون للحكومة لابد أكسيون ده يسوي سوا حكومة مال أمال لجنة السنديكات دول أنسامبل يشوفوا مثل بردامبل في الصول الصول ده قال عنده حاجات ناقصة جدا بتتر يقولوا 10% 20% كل الناس قاعد يشوفوا سالير بدون حق لابد الترابير يجوا مال الحكومة سوا يشوفوا الحال ويجوا حل نعم لحلقة ويقبلوا الشيء في محله نعم. كان لقوا اكونومي في ده لابد بيساعد الأمال نعم. أمباكر بارين أريد الدبلوم ده كله قاعد نعم. أريد الدبلوم ده كله حكومة مستعدة تدور السنديكا يكون مع الحكومة سوا رجل برجل كنما نعم. يبنوا الشيء ده في الخلاص والنتيجة للقرى يكون بناية للأمال وللبلد الشهادات المزورة الشهادات المزورة وبعدين في ناس كده ما في محلهم وكده نعم. كده ولا كيف حاجات دي كل حكومة مستعدة من هنا قدام ده ما ترجع ما ريكومنداسيون من الترافاير تدورك تشترك مع الحكومه عشان يبنوا سوا الشيء اللي يجيب حل. نعم. جميل السيد العباس طبعا اكيد انت طبعا النقابات عندهم مطالب والحكومه ايضا عندها مطالب صعوبات عندها صعوبات عندها صعوبات وعندها مطالب تدور من النقابات لابد النقابات تفهم الحكومه والحكومه ايضا تفهم النقابات طبعا فانتم قاعدين وسط بين النقابه وبين الحكومه طبعا فشنو الشيء الصعب بالحين الحكومة ما تقدر تسوي للنقابات والنقابات أيضا هي ما تفهم الحكومة يعني الآن قلتوا الحوافز الاندمينيتية نص عليها كلها قطعوا والآن السنديكا بيقولوا حتى دخلوا في السالير دخلوا في الراتب الشهري هنا الموظفين فأنتم شلتوا الاقتراح هنا للنقابات مشيتوا للحكومة والحكومة أيضا انطقوا اقتراحات جبتوا للنقابة هل في تقريب في تفاهم بين النقابات والحكومة في شيء هسا الاقتراحات البروبوزيشن انطقوا من الحكومة للنقابات هل في شيء كده ملموس انت كان بديت تجيب حل للناس سلمي من الطرفين ده لابد اشير كثير تقرب لسه عشان توصل في النتيجه واما انا بقول يعني انت هسه وريت كلام وايد مهم مره وايد حكومه قاعده في صعبه اقتصاديا أزمة يعني ازمه الدخل ده قليل والسنه 2017 ده ما جاب بنا ما جاب بنا ولا حاله بقت اكون اضرب من الاول كله ومن قدام كله كما لقي حكومة لقي حل مال باير FMI بام مونديال هم دول مع الناس يعني يدوك دين وينتوك مساعدة لابد أن نعمل بنتيك دين وينتوك مساعدة عنده حقوق وعنده شيء كده عنده شروط والشروط ده ولا يودر الدينيتان الشاد ولا يودر اسمه شنو سفرنتان الشاد شيء عالم معروف معروف يعني وبعدين الشاد مش عالم الشاد مش قال كده طبعا تساعدونه عشان ندور نعدي الاقتصاد حقي FMI قال له كان ده الاقتصاد حقك ده انت شايفه دخلك قول 30 واحد مليار سالير حقك 30 مليار ده قال ده ما بيشبع يا اخي ده انت قال لنا حل واحد طبعا كان تدور لنا سيمثل اني نساعده لابد حكومه يسي شيء هم اورود عشان يمرق من المعركه القافه كده ولا كيف اما ما نقول يعني اللي يكتوس سالير نترا واير ما حكومه كان ما لقى حال اخر ده كان يدور يعدي لقدر شهر شهرين كي يلقى يمرق راسه من علمي ده زي ما يقول الناس كان علمي يدور ياكله ده كان لقيتها دي بيقول تكربه اكيد سيلا راسه نعم ولا كيف صحيح وترافير كله نعم لهم حق ما يقول انا اني سالير السالير حقي ده كيف بقى اجر بيت نكفي اخوانا اللي كانوا جالي نسيبوا الدواء نعيش بوغا ولا كيف عندي فوغا يعني يقولوا ستاندينج يعني ستاندينج يعني مثل البوفار داشا والبوفار داشا كي كان نقص ده ما نقصد اما الحل الرياليتي الحقيقه الواقع الواقع يجيبهم يلقوا حل ما اما يلقوا حل الي يناقشوا وكان حكومه فهم
اسمه موقف عن الترابير، والترابير كان فهم موقف عن الحكومه، موقف عن الحكومه، وبعدين الشيء الحكومه تقدر وما تقدر، ده كان ما في ماذا الترابير كان ما في ماذا ما يقدر ولا انينا الترافين نحاول نكلم امام عشان نجيبهم في المفاهمه ده ولا كيف. اما العلم ده حكومه مستعده للحوار، والنقابة هم كانوا مساكين شوية كده يعني، مثل السنة فات كده ناقشوا كده ولا شافوا كيس ما جابوا النتيجة، مثل الدكريت سنة 86 اللي سقايد والوزير ترى دي كله قايد، يعني مثل شافوا ك الباز الباز يعني بالعربي يقولون الباز نعم القايدة القايدة هكم ده شافوا مثل كده ناس المسؤولين ما سووا شيء ولا كيف. أما يجي كان الزمن كده يجيبنا وبتترى الهوار بيساعدنا وزي ما انا قلت لك ده الحكومه كله خلي يعني توصف تفهم للترافير الحال، الترافير ما بعرفوا الحال هسه قاعدين فوق هذا، اما ما تفتش ورا كيف جينا في الحال ده، كان قلت تفتش هذا ولا تعدل على هسه قاعد نعم اكيد اول شيء عدل الحال ده كان عدلته اللي قلت رمى ثلاثك من علم ده، بعدين عدل للمستقبل الشيء الورا انت تلفته ولا كيف. اما حاليا ده خلينا نلقوا حل عشان نرفور جريف ده، كان نرفور جريف ده لابد شيء كده زي ما يقولوا الناس تدي للترافير اسبوار شغل جامد اللي يجي لك فوقها والبركة ما تجي شغل جامد ده ما ممكن تجد الحل ولا ده بدنا نقول يعني بعدين الهوار بيجيبنا فوقها. انا عندي اسبوار ان شاء الله ان شاء الله. شكرا سيدي اما ما نوريك سكراكي نعم لا 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 شكرا علي عباسيتي. شكرا رئيس اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي السيد علي عباسيتي. طبعا كلمة أخيرة، أنت أكد ما في طريقة إلا الحوار إلا الحوار وأنا نقول يعني ندور من كل طرف الحكومة ورجال الأعمال كل واحد يعني يقى زور يكون عنده فكر بناي ما يزعل ما يعقد ما يقول أنا قدران وأنا نقدر وأنا أنا نو يعني كل واحد ده يكلم الواحد ويصبر للواحد ويفهم له يفهم والناس الحواليم الحواليم يعني رجال أديان وسياسيين آخرين خلي يجيبوا فكر بناي ما واحد يجي يعيد الحكومة ضد الترافير ولا يعيد الأمال ضد الحكومة. نعم. هو واحد. لا بد الحكومة ما تقدر تبني بلال البلال الأمال والأمال بلال الحكومة ما عندها حل. ولا كيف؟ دوك فيجن واحد. نعم. الكل يكمل الآخر. ولا خلي كل واحد يجيب سهم حقه عشان نبني فيجن واحد. للموقف هسه اللي قاعدين فوق هذا. ولا كيف؟ إذا سوينا فيجن واحد الحالة تبقى صحيح. نعم. وكل واحد الصبر كان مهم مره واحد ولا كيف. شنو انا كنت اقول على الاروغانس شنو الاروغانس الترافير يقول انا والحكومه يقول انا الانانيه نعم الانانيه تجيب حل نعم تجيب حل ولا ما تجيب حل ما تجيب حل اكيد الحكومه هو الام فيل والرجال الترافير هم مساكين ساكن ولا كيف. دونك شغل انا هنانيه كما في خلي كل واحد يخلي منا ينفس حار يخلي دميره صافي ويدخل في هوار والهوار يجيب حل 100% وبعدين الزمن كله الواحد كل واحد يشوف الزمن ما يقول هسه حاليا بيعدل كل ما يكون والحكومه هو عند الرول القاسي الرول القاسي رول صعب مره واحده الحكومه صعب وبعدين حكومه ده ما هو عند الحاله الحاسه حاليا هو يعدل كيف حصل لما شيء اخر. اما حاليا الوزير المالية وزير الديالوج سوسيال وزير الإيكونومي وزير الياتياتو هم دول اللي يعدلوا كذا حاليا كلمة صعب ريال ما فيش تلقى الوزير ذاته ما عنده كاربيران نفسه الوزير ذاته الواجبات الغليل كل ما عنده نفسه ولا كيف. ده بدنا نقول يعني خلي كل واحد يعني يخلي منا التعقد ولا كيف والأنانية ولا ويشيف الزمن شيء يقع حين وسهل وعجل ده ما 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 ممكن ما ممكن لا بد واحد يعني اول شيء يصبر يفهم يسمع الزول ذاك ويفهم الزول ويكلم الزول يفهم موقف انا كل الزول هناك ويلقوا حال يشوفوا قدام والشيء اللي يبونه ده اللي يبونه في الزمن اليوم كده ما يبون حاضر كده ما ممكن علينا فيه الكوميتي تكنيك تريبارتي ده ما لفظنا الحاجات دي من كل طرف حاليا كنت بتلقى تران مليار بلا كوبا بلا مثل كوبا سالير ولا بلا مثل أمباكر حكومة يعني تقول شنو الحكومة كلها يسوى سنك منيستر وبعدين فواش ما فيه وبعدين السكرتير كله ينقص كم يبدلك يعني شيء مستحيل يعني شيء مستحيل يعني لابد كل واحد يخلي التعقد زي ما قلت لك ده ويسمى طرف الداك وفي حوار مبني الاساس وفي الزمن يلقوا حل ان شاء الله ان شاء الله ولا كيف ان شاء الله. اما انا نقول الترافير ده انت قلت ترافير
نحن اللي بتلقى احسن سلام ان شاء الله ولا ما كيف ان شاء الله خلينا هذا اللي كله احسن سلام ما من اللي حكومه كله خلينا نساعدوها نفهموها عشان نمرق من الورطه اللي فوق دي اكيد كم ماسه فادار برجلوه اكيد وكم برجلنا ده ما في صالح له وهذا الدخل هذا قالوا بنقص نعم كان ده نقص ده ما ذهب انا خفف ذهب الازمه تبقى قوي نعم باذن الله. إذا سيدات وسادة رسالة واضحة من قبل السيد علي عباس سيتي رئيس اللجنة الثلاثية للحوار الاجتماعي وقال لابد من أن الآخر يفهم الآخر ولابد من الصبر ولابد من ترك الأنانية وترك أرض العضلات وعلينا أن نفهم الحكومة والحكومة هي تعمل لصالح الوطن والمواطنين وعلينا أن ننسجم هذه الإجراءات ونترك الحلول للمستقبل.